فرنسيين عن أراضيها، ومما لا شك فيه أن معركة بنزرت كانت فاصلة في تحرير تونس ومن نيل المستعمر الفرنسي، وهي التي شكلت أيضا منعرجا في تاريخ تونس التي فقدت آلاف الشهداء والجرحى. فقد واجهت تونس الجبروت الفرنسي المدجج بالطائرات والمدرعات بجيشها الفتي وبالنواة الأولى للحرس الوطني، معززة بالمدنيين ووحدتها الإدارة، واجهت آلة القمع الاستعمارية. قريت لنا المقال إبراهيم المسليتي. لا قريت المقال. شوف هذايا، شوف منذ 14 جانفي 2011 مع كل الأسف تم تبخيس الأعياد الوطنية وما صرناش نحتفلوا بها كما كنا نحتفلوا بها في السابق. العيد الوطني مهما كان عيد الاستقلال عيد الجمهورية، اليوم ذكرى الجلاء، يعني عيد الجلاء، جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية للاستقلال تاع تونس. هو تم في 15 ريال المون، تم في 15 أكتوبر 63، ونتذكر معركة الجلاء اللي انطلقت في جويلية يوم 19 جويلية 61، واستشهد فيها أكثر من 600 شاب بالخصوص، وأيضا من النواة الأولى، من القادة من النواة الأولى متاع الحرس الوطني والجيش الوطني، في وجه آلة غاشمة، آلة حربية متاع فرنسا بقيادة الجنرال دوغول أنذاك. وشفنا أن تونس كيف تمكنت رغم الضعف متاعها أنذاك، تونس بلد غير استقل، رغم الضعف متاعها كيف تمكنت تونس بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من فرض كلمتها في الأمم المتحدة. جاره انتقل داك هامرشولد الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك هنا إلى بنزرت، جاء إلى بنزرت الأمين العام للأمم المتحدة، يظهر لي ذيك أول زيارة وآخر زيارة بان فما زيارات اللي صارت معناتها فيما بعد خاصة بعد 14 جانفي 2011، جاء انتقل إلى بنزرت. كيف الولايات المتحدة ضغطت بكل قوتها، هي والمملكة المتحدة يعني لانجلتير ضغطت بكل القوة متاعهم على أساس باش فرنسا تخضع وتغادر الأراضي التونسية. شفنا كيفاش توا بعض الأصوات معناتها ما عادش تحب تعترف حتى بعد الاستقلال تاع 20 مارس، يقول لك لا ماهوش استقلال، مالاش نية هذاك اللي جاء في 20 مارس، ماهوش استقلال هذاك، فما كيفاش عيد الجمهورية، ناس ولات تحب ترجعنا للماضي، يعني لعهد البيات الأتراك، العثمانيين، وشفنا شنية اللي عملوا في تونس، ما وهداو تونس، هداوها، ما وهداوها لفرنسا، شكون صح المعاهدة بتاع باردو في 12 ماي 81، شكون صححها المعاهدة ذيك، وقبل شفنا المجازر التي ارتكبت، خاصة في يعني المعركة البشية الحسينية معناتها دامت 40 سنة كاملة، كيفاش المجازر التي ارتكبت في حق التوانسة الأبرياء، في حق المواطنين التوانسة، يعني ناس ولات تبخص في الأعياد الوطنية، هذا غير مقبول تماما. احنا يلزمنا نستعيد، وراهي بلاد من غير أعياد وطنية، بلاد من غير تاريخ، راهو بلاد ما عندهاش مستقبل. يقول المثل الفرنساوي لو باسي إكلير لو بريزون اي انونس لافنير، احنا مع كل أسف نعم الباسين تاعنا نحبوا نطويه تماما وننسوه كما نسينا ربما الأجداد والشهداء الذين استشهدوا في معارك التحرير في فترة الاستعمار. هي الرمزية نتاع الأعياد الوطنية، لأن الشعوب هي شنية، إذا الشعوب بلا ذاكرة نجمش يكون بلا تاريخ، لا حاضر ولا مستقبل، هو بتحتفي حتى بهزائمها تكون عندها معناها وقفة عندها. أنت كي تمشي لباريس تمشي الميدان دانفير روشرو، روشرو هذاك سي لو كولونيل روشرو اللي خاض معركة شرسة اللي تهزمت فيها فرنسا مع ألمانيا في 1870، لكن لأنه خاض المعركة بكل شراسة هو ولا الكتيبة نتاعه ونهزموا فيها، فرنسا تكرموا بميدان باسمه وباك الأسد الجريح اللي موجود توا في الساحة، ويمشي الوليد الفرنساوي ويحكوا له والديه على التاريخ وش معناها الأسد الجريح هذا وشكونه دونفير كولونيل روشرو. نرجع اليوم تونس، هنا في اعتقادي اليوم كان عيد الجلاء هو عيد الاعتذار منا كتوانسة الكل على 7000 شهيد اللي سقطوا دفاعا على تونس. هذوكم تعرف شكون هذوكم؟ أولاد الحفيانة، أولاد العريانة، كانت الكيران والكمائن تدور في الجمهورية وتلم فيهم وهما يتعاركوا شكون يطلع في الكاميونة باش يمشي لبنزرة ويحضر المعركة ويضرب معناها على درابو تونس. كي تشوف اليوم انك بعد 60 ولا سبع واش برسك 70 سنة على المعركة هذه، شنو اللي صار؟ انه الجنود ما عادش تقتل فيهم المستعمر الفرنساوي، جنودنا ولا يقتلوا فيهم التوانس،
الإرهابيين ويعتبروهم طغاة. شوف الرسالة هذه اليوم الشهداء نتاع بنزرت راهم يتقلبوا في القبورات نتاعهم. هذه معناها المؤلم اللي وصلنا له اليوم، هذا فضلا عما فعلنا بالأمانة اللي خلوها لنا. البلاد هذه اللي تبنات بالدم الشهداء وبدموع الثكالة واليتامى أولادهم ونساهم أماتهم وبياتهم، اليوم تونس تعيش في مرحلة أصعب حتى من تلك التي شهدتها أيام ضرب الساقية في 58 أو معركة بنزرت أو غيرها. اليوم لأنه الهدم قاعد يصير بيد التوانسة. اليوم معركتنا مش مع براني، اليوم معركتنا مع بعضنا، اليوم نعيش في معركة الكل ضد الكل. وذاك علاش مفروض البداية تكون باعتذار توانسة للتوانسة، اعتذار يقدم رئيس الجمهورية لهؤلاء الشهداء ولكل من سقط في سبيل تونس. علاش؟ لأنهم هذوما شهداء خمسة نجوم في اعتقادي أنا، لأنهم لا جابوا فاتورات ولا قالوا نحبوا على تعويضات ولا قالوا نحبوا على هناشر ولا قالوا نحبوا على ترقيات. هذوما ناس دافعوا على تونس محبة في تونس. أما المناضلين الجدد هذوما الثورجية الجدد اليوم بن طاح بن علي كل واحد جاء فاتورة وبدأ النهب وبدأت معناها السيطرة على الدولة والانتقام من الدولة. اليوم توانسة يهزوا في سلاح على تونس، ماهيش فرنسيس ماهمش إبراهيمية. نحب نضيف حاجة بربي هي احكيها لي البشير بن يحمد الصحفي المعروف القدير واللي كان أول وزير الإعلام في حكومة الحبيب بورقيبة سنة 56 في معركة بنزرت. هو كان يغطي في المعركة وكان معاه جون دانيال. توفى جون دانيال في سن 99 سنة، دار كتب كتاب اسمه لابدي سور، تجرح جون دانيال وتم حمله الى المستشفى انذاك الى مستشفى منزل بورقيبه. زور منزل بورقيبه. أيوة. على جون دانيال يحكي لي قال لي انه بورقيبه الله يرحمه الله يرحمه وقت اللي سمع بالعمليه ماشي في باله ان جون دانيال وبشير بن احمد قتلا في المعركه. قال هذه احنا باش ساعدنا في الراي العام الدولي كيف حتى الصحفيين والإعلاميين مسلموش من الآلة العسكرية الغاشمة. قال لما دخلت عليه تفاجأ بوجودي لازلت حيا وقال لي شنية حوال جون دانيال. قلت له لا سيد الرئيس راه ما توفاش ولكن جرح داير. وجون دانيال كتب كتاب اسمه لابليسور احكى فيه خاصة في جوانب من المعركة هذه اللي هو كان يغطي فيها أنذاك. بالنسبة لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية ما كانتش تلفز بكثرة وكانت الإذاعات صحيح ولكن كانت خاصة يعني الجرائد الورقية كانت موجودة. يعني نقول أنا وداير جون دانيال في الكتاب هذا تعرض يعني لبورقيبة. أنا جون دانيال قابلته مرتين ومرتين عملته دوز انترفيو لهنا في تونس. شي يقول لي يقول لي أنا بالنسبة لي فما زوز من الناس شخصيات اللي هما أثروا فيا اللي هو ليون بلوم والحبيب بورقيبة. قارم أثروا فيا بشكل كبير، كنت أنا نعتبرهم يعني من القادة التنويريين. وانتقد بورقيبة جون دانيال في نوفير أوبسرفاتور نفس الشيء بالنسبة لبشير بن أحمد وكانوا سموه لو ديسبوت إكليري ماهوش ديكتاتور بورقيبة كما سمعت عند بعض الناس خاصة. قلت البارح نسمع في أحد المنشطين يقول بورقيبة كان ديكتاتور وهو ما يفرقش ما بين شنو معناها ديكتاتور وشنو معناها ان ديسبوت إكليري. نعم. هذا شحابين تحية إلى أرواح الشهداء. نعم. ونتذكروا أغنية عليا بني وطني. نعم. اللي كتبها عبد المجيد بن جدو ولحنها شادي انور هكا لطفي لحنها شادي انور اللي كانت اي فيلم اللي عمله عبد بن عمار وسماه شارع النخيل الجريح به قراءه نقديه لمعركه بنزرت وخاصه للشهداء. ما نعرفش كانت عاد في التلفزه الوطنيه ولا مؤكد تو عدوها اليوم. اليوم عيد جلال ان شاء الله ان شاء الله يعديوها. مو في العيد عليا تتعدى اليوم العيد الدينيه الرساله وفي في عيد الجلال ان شاء الله يتعدى الفيلم هذا. نعم. شارع النخيل الجريح فيه قراءه متطوره جديده نقديه لمعركه بنزرت. اما تبقى ديما معركه قادها بورقيبه ومن معه وكانت فاصله في معناها التحقيق الاستقلال التام لتونس. وبالبهرات رغم الله يرحمه زاد وقت اللي كان كاتب دوله للرئاسه وكان هو كاتب دوله للدفاع اللي في اخر هو من رفع علم تونس عوضا عن العلم الفرنسي فوق القاعده الحربيه بتاع بنزرت الخمسه نتاع العشيه وعمل تليفون بورقيبه وقالوا سيد الرئيس
أن رفعنا الدرب نتاع تونس موجود تحية أيضا باهي تتغم بأن فما ناس تنساه وتنسى الدور نتاعه يعني في التاريخ. باجي قايد سبسي كان في نفس السيارة مع داغ هامرشولد ومشاو البنزرت وزعما كان هو بيدو زاد تعرض للاغتيال حكاها في الكتاب نتاعه ومن بعد حكاها في الكتاب نتاعه وبعد داغ هامرشولد الأمين العام المتحدة بعد بثلاث شهور يمشي لإفريقيا ويتم اغتياله في إفريقيا وتو ما يعرفوش كيفاش تم اغتياله. هكا نوصلوا نهاية ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية يكونوا بحثنا زوج ضيوف رئيس المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة دكتور نيساف بن عليا ووزير التجارة الأسبق الخبير الاقتصادي محسن حسن.